أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من نوافذ النور وأدعية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في شهر رمضان المبارك ومن كربلاء المعلى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، نيابة وأصالة عن إخوتي وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها والمشاهدين جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في دعائه في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر يا الناظرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ هذا الدعاء ما هو ثوابه؟ من دعا به أعطي في جنة الخلد 70,000 سرير على كل سرير جارية من الحور العين. ينبغي أن نعرف أمرا ما، ومن هذا الأمر أمر ما، وهو أمر الله. ما معنى أمر الله؟ حيث النبي صلى الله عليه وآله قد افتتح هذا الدعاء المبارك أنه: اللهم قوني على إقامة أمرك. ما هو الأمر وكيف يكون إقامة الأمر؟ هذا شيء مهم لابد أن نتدبر فيه إخواني. لعلي سأقول هنا وسأعيد في الحلقات الآتية أنه أدعية أهل البيت عليهم السلام وزياراتهم مليئة بالمعارف، مليئة بالأحكام، مليئة بالعقائد، هي جامعة للمعارف والأحكام والعقائد، وهي أفضل طريق لمعرفة السير والسلوك إلى الله عز وجل. ولهذا تشوف أنه هي متنوعة وفيها دقائق الأمور، وفيها ما يفتح الله عز وجل على قلب المؤمن وسلوكه في الحياة الدنيا. فما هو أمر الله حينما قال: اللهم قوني على إقامة أمرك؟ يبدو أن الأمور المنوطة بأولياء الله عز وجل من بعدهم وكذلك إلى شيعتهم هي إقامة شعائر الله، وإقامة شعائر الله تبارك وتعالى هي شعائره في دينه وما أراد الله عز وجل وما رتبه على الخلق. وحيث أنه ورد في الآيات القرآنية الحث على إقامة الشعائر، وكذلك في الروايات الشريفة كم هائل، الآن لا يسع الوقت أن نذكر آية آية ورواية رواية، لكن أنا بالنسبة إلي لفت نظري فرد عبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة المباركة، وهي في الزيارة الجامعة هناك عبارة كما ذكرت: المطيعون لله القوامون لأمره. هذا اللي لفت نظري،
أنه أهل البيت مطيعين لله، خلص لا نقاش في ذلك، مطيعين لأمر الله ونهيه. زين، شنو المعنى الاقتران بين الإطاعة وشنو وإقامة أمر الله؟ يعني ظهر هناك تناسب، فيحصل من ذلك أن إطاعة الله عز وجل، طاعة الله في أوامره ونواهيه في حلاله وحرامه، هي شنو؟ هي إقامة لأمر الله، يعني أمر الله ما يريده الله عز وجل من شأن في هذه الدنيا. ولهذا أخواني تشوف أن الأمور ظاهرة في الحلال والحرام وسائر ما الله عز وجل كلف به البشر جميعا. هذا الحكم والتدبير من خصائص أئمتهم عليهم السلام. يقول إمامنا الصادق عليه السلام أن أمرنا صعب مستصعب، زين، صعب مستصعب، لا يحتمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ولا يعي، يعني ولا يفهم ولا يعي حديثنا. الله، تعبير عظيم جميل جدا، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام زينة. حقيقة الإنسان لابد أن يعرف أنه فيما بينه وبين الله، هل صدره آمن؟ هل حلمه زينة؟ أحلامه زينة؟ يعني عقوله، سامعين يقول العقل زينة، العقول مرات يعبرون عنها بالأحلام، صدور أمينة وأحلام زينة. فلازم الإنسان يكون عنده صدر آمن وعقل زين، عقل زينة، نعم، وإلا أمر الله عز وجل لا يحتمله إلا هؤلاء الناس فعلا. فإذا هذه هي الخطوة العقائدية الأولى في فهم أن إقامة الأمر تتم بهذه الطريقة، وطريقة الإطاعة كما أطاعوا الله أهل البيت عليهم السلام فقد أقاموا أمر الله عز وجل. يقول تعالى: لقد أتى أمر الله. في روايات أهل البيت لقد أتى أمر الله شنو معناته؟ قالوا الولاية، ولاية آل محمد عليهم السلام. وقال صلى الله عليه وآله: سلموا على علي بإمرة المؤمنين. هذه الرواية تنقل عن النبي في كثير من المواطن في حياته، يعني أكثر من مكان، أكثر من وقت، أكثر من زمان، النبي قال سلموا على علي. وهذا شنو؟ أمر، أمر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر من رسول الله يأمر الناس سلموا على علي بإمرة المؤمنين. دائما سلموا علي، تقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأن هذا اللقب مستحيل واحد يستحق غيره، مستحيل أن يقال على أحد غيره. وهناك روايات أنه من ادعى أنه هو أمير المؤمنين أو قيل له كذا كذا، روايات لا شأن الآن بذكرها وذلك لضيق الوقت، وإلا هي روايات عظيمة الشأن، عظيمة وخطيرة جدا، فمن أراد أن يرجع إلى مضانها إلى مصادرها. زين، فلهذا إخواني تلاحظون حتى الإمام المنتظر صلوات الله عليه، الإمام الحج عليه السلام روحي له الفداء، كان له هذا الدور في حياته. فحينما تقرأ زيارة الجامعة أو بعض زياراته تجد هذا المضمون، أنه السلام عليه بإمرة بإقامة أمر الله، أنه هو القائم بأمر الله. ليش؟ لأنه هو المطيع. الآن على وجه الأرض كلها لا تجد شخصا واحدا مخلصا مؤمنا مواليا كاملا بطاعة الله سوى مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يا بقية الله. فلهذا لابد لنا من الولاية أن تكون عنوان صحيفتنا أعمالنا، وأن يكون التولي من أعداء الله أو التبرئ من أعداء الله تبارك وتعالى هو منهاج لنا في سيرتنا وأعمالنا
لكي نلقى الله عز وجل على الولاية والبراءة. وهذا وسام شرف إخواني، خصوصا الصائم في هذا الشهر الشريف، أنه الله عز وجل يكتب له ضعف إيمانه وضعف صومه وصلاته إذا كان مؤمنا بولاية أهل البيت عليهم السلام. رواية طريفة ينقلها المرحوم الشيخ ابن إدريس الحلي في مستطرفات السرائر رضوان الله تعالى عليه، فقد روى المرحوم الشيخ ابن إدريس الحلي في السرائر هذه الرواية العظيمة العجيبة اللي تعطي للإنسان في حياته منهج معرفة الولاية والبراءة. رجل جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، إني أحبك وأحب فلان، وسمى أحد من أعباده من أعدائه، وسمى أحدا من أعدائه، فقال عليه السلام: أما الآن فأنت أعور، فأما أن تعمي وأما أن تبصر. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإيابكم العمى، وأن يجعلنا من أهل الولاية في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.